أهلا شوقا وأمانا يقصي الأحزان. أهلا يا رمضان ياخذنا في ترحال متفاعل في الحال يا مرحبا شربين. اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في مسابقه شوربيت في برنامج شوربيت الحلقه الثامنه. الان المسابقه معروفه محمود، بس لو تشوف انه بس تشيكنا على الصندوق هذا، انا بشرح الصندوق ذا على عجل. الصندوق هذا ناكد على موضوعه، هذه الجوائز ان شاء الله بيكون كل يوم عندنا جوائز نضيفه على الجوائز الموجوده، بيكون فيه تلاعب من بعض الشباب في انه يحط فوق يحط تحت، ممكن يصير اللي تحت اكثر من اللي فوق. المهم انها بنهايه ان شاء الله حلقات شوربيت الحلقه الاخيره بيكون فيه متسابقين ثلاثه، وكل واحد وحظه بيكون في اي صندوق ايش اللي فيه بيكون من نصيبه. وحياك الله يا سعد. يا سرور سرور. الصندوق الاول فيه ايفون وساعه ابل وتابلت جميل هواوي، والصندوق الثاني فيه لابتوب لابتوب وفي 3000 ريال. جميل. دقيقه بالله، بس اشوف فارس الحين. اشوف فارس مو بعاجب الوضع. الاخير فيه كاميرا. افتح المايك عشان فارس، حاول انك بس تشغل مكيف لان حر عندك. كيف ابغى اللي ياخذ الاول يفوت؟ فتحته. طيب طيب شوف لك مكان يا فارس. خذيته زي مكان يا اخي. شوف على كثر عضلات يضحك. يلا على كثر عضلات. ايش قصدك اللي ما من عضلات ما يضحك؟ يضحك يزيني يزيني اكل فايش. شوف ما يضحك غيرك يا شيخ. طيب على اي والله انا حس ما ادري، بس يقولون انه يمكن الضحك مكتوم حاشرته العضلات. اذكر الله. هم قالوها بطريقه ثانيه بس انا حاولت اني اترجمها بطريقتي الخاصه. الله يقوي جركم حبيبي يا منيب. محمد سيد على منيب. طيب بما يا رجل تراك خوفتنا انت بمساطيرك ودنياك. على فكره اعلمهم اليوم وش عندك. اقول اليوم ترى معنا ان شاء الله اسر منتج. عفوا معليش معنا اسير منتج. اسير عندنا اسير منتج. اليوم بقول لكم حاجه يا حبايبنا الجماهير، اليوم باذن الله بيكون سحورنا من ايادينا ان شاء الله. نبي نطبخ، ما في لا تقييم. ورد الله يمسيك بالخير، ما قصرتي امس واللي قبله ما قصروا، لكن باذن الله ان اليوم نبي نستمتع ونبي ناكل مع بعض. لا تحاول انك تقول في تسمم، ما في تسمم، لا تحاولون تحتكون لان ما في اكل وما انا باكلين الا احنا بس. لا تحاول يا ناصر، لا تحاول. من شوف والله ودي بس ما اقدر. ادري تسمم هذه بس عشانك ما تقهر. يقول لك اللي ما يطول العنب حافظ عنا. يقول في الاعداد يقول واضح انه تسمم، واضح وصريحه. واضح. قول محمود راح يطبخ مع سعد. ترى في مصاصه يفتح بعد الفجر يعني ما عليك. والله من عصمتك يا ذيبان انك واضح ان الوضع طيب. ودي والله اجيب الحاجه بس بقول لك حاجه، حاول استعجل لان عندنا مسابقه فتواجدك موجود. يلا تواجدك موجود، تواجدك مهم. وين رايح انت محمود؟ وين بتاكد هذا السخان شغال ولا لا. طيب انا جاهز ترى على الاتصال، اذا الاتصال جاهز انا موجود والشباب يكونون جاهزين. فارس برضو جاهز؟ انا جاهز طول السنه. الله يطول لي عمرك والله. في شيء فيه اتصال ولا لا؟ طيب اجلس بيجيك اتصالك. قبل ما يجي اتصال ايش يا اخي بسمع صوتك يا اخي. ايش؟ والله احب صوتك والله. الله يسلمك والله، ان شاء الله لاهديك اليوم الحين. والله لاهديك الحين. ما في اوريك. طيب انا قلت لك اياها، انا احبك. ها؟ ابي الحين. وش تبغى انت؟ ابي ايش ابغى انت؟ ايش تبغاني اقول لك؟ انت ايش تبغى؟ ايش تبغى؟ ابي اسمع شيء. هيي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 
في واحد غششني قال لي إشارة توقيع بس يا أبو نايف أنا ما حفظتها عادي أطلع الكلمات؟ لا طلع روح يا ربنا موجودة موجودة في النوت. لا لا مو بعيدة. أسلم. بسم الله. إي ما أدري وش أبدأ. الله مع رحلتي التوقيع أساسية والله مع رحلتي التوقيع نرسو ونبحر ونتلو كتابا بالهدى ونبصر مع الآن تراك لخبطتني خلنا ضيعت بقول لك كمل لي مع رحلتي التوقيع نرسو ونبحر
ونتلو كتابا بالهدى ونفسره مع الآي والبيت الشرود وغصد وجدانا للهدى ونلذنه. طيب أنا ودي أكمل بس مقاطعاني باتصال معلش نعوضك شوي ولا كنت ناوي أكمل؟ طيب ناخذ اتصال ملاك من لا كذا قوية والله. أرحب يا ملاك، السلام عليكم ورحمة الله. هلا وعليكم السلام. حياكم الله، من الدوادمي صحيح؟ اي صحيح. حياكم الله، تراكم فايزين إن شاء الله. عارفين الكور صح؟ ايوه عارفين. طيب اختاري رياليتي شو تعرف على صوت قوة التركيز. رياليتي شو. رياليتي شو ونشوف رياليتي شو مع فواز الشمري، قصدي مع ملاك من الدوادمي، يلا. الحياة أحيان تقسى والحياة أحيان حلوة ولو قست والله ما انسى إيش معناها الأخوة إيش معناها الأخوة بالمحبة والتعاون أطوي دروب الصعاب لا رضينا للتهاون يثني عزوم الشباب يثني عزوم الشباب. مرحبا فيك يا ملاك. أهلين. عارفة هذه كانت في برنامج حياتك المقطع اللي أنا طلع لي، من كانت بصمته ذاك الوقت؟ فقط سرور الراقي. لا بس أحاول انتهى، هي كانت صح صوت سرور، لا كانت في بصمة، في أي بصمة كانوا الشباب ينشدون؟ بصمة من؟ فواز الشمري. لا تغشش لا تقول. فواز الشمري. فواز الشمري المبروك. المبروك معنا، دخلتي في سحب اليوم، السحب النهائي بإذن الله. صفك زين. ألف مبروك. عرفت المقطع؟ عرفت المقطع يا محمود؟ ها؟ عطنا المقطع عندك. المقطع؟ حق الحياة، عطنا المقطع اللي قبله. أنت سير. لا ما أعرف وش الحياة. الحياة أحيان تقسى والحياة أحيان حلوة. لو قست والله ما انسى ايش معنى الاخوة ايش معنى الاخوة بالمحبة والتعاون. لا ابغى حقك انت. بالمحبة بالمحبة والتعاون والتعاون نطوي دروب باتصال. اهلا وسهلا. من معك؟ مع مين؟ عبد المجيد الفوزان، حاول تثبت مكانك لانه معك ريم من الرياض. ريم لان المخرجين قاعدين يدورونك من اليوم، يدور الورقه والله يحاولون يدورونك. افتح المايك يا ما عبد المجيد. بس البطاريه فاضيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ريم كيف حالك؟ الحمد لله. عندك اربع خيارات وش تختاري وانا اخوك؟ قوه التركيز. قوه التركيز. يلا المقطع معنا وعلى طول السؤال جاهز. ما ادري انا بجيب سؤال. الناظم العمري تذكر زمان كان فيه الطيب يذكر. الناظم العمري تذكر زمان كان فيه الطيب يذكر وكان المجتمع فيه منكر وكل كان مشغول بحاله عسى الله يسقي ايام البساطه زمان ما تلوث بالوساطه وكان الدار بالجار ارتباطه. لا 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 عاش عاش يا ابو سعيد. يقول الناظم العمري طقت شو اسمه عاش ابو سعيد. تعال صدق يا جماعه اسف اليوم مو خذينا عن تبديل الشاشات. لا اليوم اي الشاشات. ريم هلا. الشباب كانوا يرددون شيله، وش اميز كلمه بالشيله؟ يقول الناظر يعني تذكر. وش يقول تذكر ايش وشو تذكر ايش تذكر ايش تذكر. تريليار مبروك. سم مبروك. نعم بارك الله فيك. مخفاتي عجيب والله العظيم. ما ادري والله تذكر. عرفت الحين ليش المايك قبل شوي بطاريته ضعيفه؟ اي المعلومات ضيقت. تذكر اساس تذكر. كيف الامور عندك يا ابو البر؟ يحتاج ام عساف تتصل.
يوم يوم انت لا قطع جيب البصل جيب البصل بس قطع البصل ما يحتاج اتصالات ها يا ابو ها ما يحتاج اتصالات ها ليش احسك مبدع كذا بدون اتصال تقطع الدجاج عشان بس اشيل الجلد امسك ولا لا يا سعد اي صح الو لا لا ما قلت اتصال معك ماني يمك عشان ثاني مره تركز وش قاعد اقول لك مو ابشر ابشر شوف القلافزات وين سرو يا منيف وين حطيت القلافزات والله العظيم اح زين انك جبت انت السؤال اجل شوف احنا شباب طالعين برا فارس ما احب ريحه الزفر نقول ايش الو لا ها بس كيف حالك نقول ونقول لا قول كيف حالك يا فارس تعالي تعالي الله عليك مش اي سنه عجيب المشروب مع اتصال نوره مع حبيبنا سعد الشيف اليوم سلام عليكم يا نوره الو سلام عليكم يا نوره كيف حالك وعليكم السلام وشلونك طيبه يا نوره الحمد لله الحمد لله يا نورة أنت أول متصلة معي ولا زالت الأربع خيارات قدامك اختاري منها قوة الصوت عند سريالتي شو تعرف على الصوت قوة التركيز سؤال وش بغيتي تعرف على الصوت تعرف على الصوت ويلا خلنا نشوف مع البرغوثي الله أكبر الله يوفقك مالك مالك لا انت مالك حبيبي مالك انت مالك حريص الو يا نوره نعم عرفتي من هو المنشد اللي ينشد البرغوثي مع البرغوثي اجابه صحيحه سلام عليكم مبروك وتنزل لسحلة كبسه مبغوط إيه لاني ما سمعتها وحاولنا اصححها لا لا خلاص بس انا ابغاها كذا المهم تكفى سعد سعد نبه تكفى نبيك تاخذ الاعداد ما نبغى تسمم تكفى يهمنا جدا ها سعد بالله سؤال على السريع كم جناح قطعت ما قطع الجناحان انا احب امزمز عليها جوانح ما تعرف الجوانح عجيب الجوانح تعتبر احد السلطات الامريكيه اللي تقدم دائما مقبلات اكسسوارات قصدك كمقبلات يعني ايه سعد اكسسوارات اكسسوارات زي سالفتك كم اكسسوارات سلاسل اهم شيء لا تدخل ورد تميم تجي تطرح لا لعبه فارس صدقني رحت كتبت ثاني مره لا بس جاب طاري ورد جعلوا بجنن لا لا تجعلك اسم البارح بالله اخلاقها وكرمها وذوقها انها اتصلت علي البارح وصورت والله في السناب وصورت حتى في السناب وارسلت في تويتر بعد فوالله انها مسموحة تقول والله اني ما شفت ولا انتبهت ولا ادري الاصوات وش هي ايش هو اللي يزرع انت تاكلني ايش هيك تسمح لي اسولف طيب بيجيني الحين اتفاهم عندي معلومه يسرب بقول بعد شوي دقيقه بس عبد المجيد شكرا لك على تفانيك وشغلك هذا لكن ممكن ترتاح انا طالب مطلوب ممكن تاكل والله لا تعال 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 بشيل حاجه انا لا تقول تكفى طافي تفضل الو قايل لك والله اخدمك في هذه ما ودي انك ترتاح يا بعد راسي يعطيك العافيه عبد المجيد والله ما ادري انا بس اشوف الوان صارت كثيره في تحت احمر واصفر هذا وفوق احمر اللي تبي ايش السالفه اللي تبي انا ما ادري ترى وش اللي حاصل قالوا بيسلمون عليك احسن ما تدري انا سمعت انه قالوا بيسلمون عليك ولكن وجهك ما يقول مع مين محمود يا محمود حول محمود طلع يا ولد استلم اخذ الاتصال يلا يلا مرحبتين يا أسماء أهلا يا أسماء
هلا فيك يا مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أربع خيارات معك والخيار الخامس موجود محمود فلاح. لو حولت على واحد ثاني. كمل كمل اتصالك. ألو. أسماء أسماء أسماء. أيوة يا أسماء اختاري واحد من الخيارات دي. قوة التركيز. قوة التركيز تفضلي. والقمر فوقه يشعب نوره واجتمع نوران على نور يا حليل اللي سكن في ديمه يرتجف قلبه لمبصر غيمه من يخاف الغدر معذور يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا أسماء. أسماء كم عدد اللي كانوا لابسين نظارات في المقطع؟ لابسين نظارات في المقطع في اثنين جنب صالح وفي واحد كان يعني ها؟ ثلاثة. ممتاز إجابة صحيحة. إجابة صحيحة ألف مبروك يا أسماء. السحب اليوم والسحب النهائي بإذن الله. سرور عندي معلومة بس. تفضل. عندي معلومة. بما أن عندك معلومة ترى لو جاء حاجة ها؟ أي عام 1429 عام 1429 بلغ عدد الرسائل تهنئة رمضان 750 مليون رسالة نصية. حلو. تكلفة هذه الرسائل كانت 360 مليون رسالة. آسف 360 مليون ريال. حلو. و 360 مليون رسالة آسف في ليلة رمضان. حلو. على كافة المدن. حلو. هذا عام كم؟ 29. في السنة هذه التهنية كانت فري من خلال الواتساب. شكرا لتطبيق الواتساب. هذا تسويق ترى على فكرة. مو تطبيق ذا. تطبيق؟ إيه. يطبق عليه قوانين الآن هنا في هاني العنزي. طيب. منيف معكم عبد العزيز. من المغوى او المخواه ما ادري والله وش من من المخواه عبد العزيز قسم بالله ام عبد العزيز معك. الو ام عبد العزيز. ايوه نعم. من وين نبي ننطق الاسم زين؟ من وين؟ مخواه. من المخواه. مخواه وين ذي؟ الباحه مخواه. طيب متفوزين يلا حيهم من المخواه باذن الله. اربع خيارات ايش تختارين؟ تعرف على الصوت. تعرف على الصوت من ابو سيف؟ ابو سيف. طيب أم عبد العزيز. أبو سيف. نعم أبو سيف. من هو؟ أبو سيف. أي أبو سيف. ولد. نعم أبو سيف. قولي أبو سيف وتفوزين. قولي أبو سيف. هذا أبو سيف. يا سلام مبروك والله يجيك. بالله شو هذا يا رجل الشريط واخروا عنا يا رجل اشغلنا هيجن هنا. عرفت انت وش عارف وش الكلمات اللي كانت موجوده؟ ما في وش كانت الكلمات اللي تسمعها انت؟ تفوت دبيب نمل ما ادري ايش تقول. بالله ما كنت تسمع انت؟ والله ما واضح. واضح فارس. فارس انت كنت تسمع الكلمات وش هي؟ لا ابدا حجل. ابدا وش شبهتها في انت؟ وش واحد نفس الرجال؟ لا واحد واقف عند اشاره مشغل. سمعت مسرع والله مسرع. احنا قد سمعنا على مال القلب يا سالم على اي والله ما تعرفونها؟ ماشي. والله يا ذا وانا مالي في الشيلات عرفتها. هي هي شيله ولا لا يا شباب تنكبوني؟ والله قصرالي فوق سطح نوره. طيب محمود. محمود انت شغال مع ابو سعد؟ مع لا خلاص قال لي غسل الدجاج وغسلته. جميل. موعدين الان ناصر حاول تزبط العلاقه معي بحيث ان ان شاء الله نخليك امرني حبيبي معنا. ايه لا طعشوري ما متكرر هالحركه والعزيمه ما متكرره مره ثانيه ابدا حتى لا هذه ما اقدر. انا انتظر هذه اللحظه والله يا ابو نايف. ها يا حبيب قلبي ها اسرو اسلم. امرني امرني ما في امرني فيه اسمع خلنا نسمع. مسافر للجفا عبد
الله العوب الله يذكره بالخير جاب لها لحن. لحن والله. اي والله حقت ايش؟ يا مسافر للجفاء والوصل يبكي عليك وين عهدك بالوفاء. والله انا احس انه يستاهل صدق. انا اشوف يستاهل صدق والله. للخفوق اللي يبيك الله عليك. لي جناح ولك جناح ولا نطير الا سوا اسقني عذب القراح لي زمان اشرب هوا. لحن عبد الله العوبل الله يذكره بالخير. الله يذكره بالخير. بالله ايش رايك؟ انا ودي بس اقول حاجه بقول شيء بس انا ودي اعرف ايش صار في الاربيز قبل شوي وايش التعويذه اللي حصلت للرجال ذا اللي ما تحرك من اليوم ما ادري ايش صار فيه. والله يا شباب ترى ما اعرف وش اللي حصل. بلاش قال لكن ايش اللي حاصل يا عبد المجيد؟ حفظ الاسرار. بالله افشاء؟ مو بنتكلم عن حفظ الاسرار. المشكله ان وجهك افشى اسرار الدنيا كلها. والله هذا كله تاخذ الان. ثلاثة يمين بالله العظيم تتحرك من مكانك يا ويلك. على فكرة أنا ما أعرف هل هو واحد ثاني ولا بس إن فيه هنا في واحد يقول قل له من هنا استنتجت أنا إنه هو له علاقة بهجودك. عبد الله يقول أنت حبيبي. يقول أنت حبيبي. المخرج الكبير عبد الله. يسعد لي مساك أستاذ عبد الله. لا 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 لا. أوكي ثلاثة يمين بالله العظيم تتحرك من مكانك أذبحك. تدري إيش يقول عبد الله؟ يقول انقهر الشكر ما سمعت لأني قام عن مكانك. يقول ما طلعت في الصورة. بس بدي أجيب البيت. شاي شاي. تقول ما طبخ الا انت يا رجال حاطتك زيت هذا الشاي. جيب لي هيتر موي حق حار بس بسرعه. والله صرنا نعرف نقول هيتر. سمعت الوصف حقه. روح جيب لي هيتر حق حار. عبد المجيد موي حار موي حار. عبد المجيد يقول لك روح وتعال. اجلس 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 اجلس. جعله ما يمر عليك عدو ولا ظالم. روح انت جعله ما يمر. تبغى مساعده يا الذيب؟ ما انا بشتغل وين برا؟ مين؟ لا لا غلط. ما أنسى سلسبيل معك. سلسبيل من الرياض. الكاميرا اللي أمامك. وين الكاميرا؟ هذه. وين جالس؟ أخت سلسبيل اللي قدامك. وش فينا أنا وقفت؟ ما أدري. الباب مقفل. أخت سلسبيل. يلا. ألا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك طيبة؟ إيه. إيش إيه؟ شلونك طيبة مبسوطة؟ الحمد لله. شهر مبارك. الله يبارك فيك. أبيها تسولف والله. اختاري أربعة من الدوائر اللي عندك موجودة. ريالتي شو. يا سلام ريالتي شو. طيب يلا نروح ريالتي شو نرجع. هوشت صالحة قطاني محمد. والله أنه وقع على عقدي مسحة ونفل والله أنه وقع على والله بحق والله أنه بحق والله أنه بحق يا أبو صالح والله أنه بحق يا أبو صلوح. أذبحه أذبحه والله أني علشان يعرفني ذا مزح في اليد ما أعرف أمزح. نروح نضحك نروح نضحك سوف يتم قتله زبن منه. المسرحية فعلا راح اعتقد راح يمكن تكون في اليوتيوب بشكل خطبي لو نظمت بالشكل اللي انا كاتبه في السناب. سلام عليك. صار 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 اسكت يا انا برا المفتاح. سلسبيل سلسبيل ام سلسبيل سلسبيل. ما هو سبب الخروج للفاصل بهذا اليوم البرنامج؟ ليش خرجوا فاصل؟ يا سلام يا سلام. ألف ألف مبروك فزتي في السحب اليومي في السحب النهائي وإن شاء الله إنك تفوزين في السحب النهائي والسحب اليومي يا رب العالمين. وألف ألف مبروك.
واللي بده يتحدى في بيسحب الدار بالحق نصون عنا ناس ايش قردي. الله 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 بالصبر بيتحلو بس العوائلية عم ينعذبوا والظالم يا ويل ويل ويا ويل من الله والظالم يا ويل ويل ويا ويل من الله. الله 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 ليل وفجر ليل وشكلين ما بحكي ولا شيء. اقسم بالله العلي العظيم في بعض الشيلات بعض الاناشيد بعض يعني حتى بصفه عامه حتى بعض الاغاني حلو تمسك في اللسان مسكه غريبه. مسكت معي صدقه حق صدقه هذه ابتسامه طيب. صدقه والثاني اللي نفجر معنا اتصال يا فارس. السلام عليكم حياك الله يا بشاير. الله يحييك يا فلان. نحمد الله حياكم الله جميعا. الله يحييك ويبارك فيك. عارف المسابقه يا بشاير؟ اي نعم. طيب باقي معك تعرف على الصوت وقوة التركيز وسؤال. قوة الصوت. قوة التركيز قصدك؟ اي ولا تعرف على الصوت؟ لا قوة التركيز. قوة التركيز. وترى فعلا انت متابعة برنامج حياتك؟ اي نعم. طيب ركزي الان ترى الموضوع بسيط جدا ركزي ترى ما راح اساعد بس انه واضح. يلا يلا نشوف المقطع مع بعض. يلا يلا لا يلا لا يلا يلا لا يلا لا من راس منع وسياد سلام لك من تنوم مثل المطر في دقولة من راس منع وسياد يلا يلا لا يلا لا يلا يلا لا يلا لا فارس ورامي وخيال يا كم نشافت نوم من الرجال الدواهي فارس ورامي وخيال يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا من راس من سيال سلام لك من تنوم مثل المطر في دقولة من راس من عوسيال يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا فارس ورامي وخيال. بشاير أهلا. تعرفين التوأم؟ أيوة. شفتيهم في المقطع؟ أيوة. اللي لابس فيهم شماغ منه عبد الله ولا عبد الله؟ قصدي عبد الله ولا محمد؟ محمد. اللي عبد الله من؟ أيوة. عبد الله عبد الله. عبد الله ألف مبروك إجابة صحيحة. ألف مبروك دخلتي معنا في السحب هذه الليلة والسحب إن شاء الله النهائي إن شاء الله يكون حليفكم إن شاء الله أحد الجوائز اليوم بإذن الله يكون حليفكم أحد الجوائز في اليوم النهائي السحب النهائي. ما شاء الله ما شاء الله يا أخي محمود. أقول لكم حاجة يا شباب أبغى أقول لكم حاجة عن محمود. أنا شفت الحين يوم شفت العنب بجنبه يأكل تدرون الحين أنا بقول لك يا فارس ولا شباب وش في الرف عندك في غرفة النوم؟ أيوة رف غرفة النوم عرفت؟ أيه؟ السحاب اللي يكون في الكومودينا أيه؟ وش يكون فيه؟ علاجات أو عطور أو خلنا نعطي مساحة لغيرك. ما لك الإجابة اللي يبيها. لا 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 لأنكم والله ما تحصلونها. ها؟ لأنها شيء غريب. أنت بصراحة أنا كتاب. جميل. الله عليك. يا سلام. ما عرفتك. وهي ودمبل. وشو دمبل. تدرون هذا السحاب حقه وشو؟ وش؟ والله يا شباب انك تفتح كذا تلقى صحن اكل ما شاء الله سندوتشات سندوتشات بسكيت احيانا تلقى كذا مكرونه تدرون شو يسوي هو؟ ينام والله نتكلم جد الساعه 3 كذا يقوم مثلا منبه احد فتح كذا الباب سكت الباب كذا يصحى خلاص هو مجرد انه صحى يفتح السحاب جد والله يرجع يكمل والله يا اخي لا لا بس انا احنا الاكل محرومين منه الاكل محرومين لكن احنا شوف ما شاء الله على ان اكل عظيم لكن انت محروم شوف ما شاء الله تبارك مني لا لا في البرنامج يا سرور طاح مني قرابه 12 كيلو او 7 كيلو ناس بالضبط لكن طاح مني حتى في فز في مسابقه المزاد ايه؟ والله اني يوم كنت اركض اني ماسك البنطلون لا يطيح فكان صدق جوع جوع امجاد ارجع لليوتيوب تشوفها يا سعد معنا امجاد منيف تبي تلعب؟ لا طيب معنا امجاد معك عبد المجيد السلام عليكم امجاد يسعد لي مساكي السلام عليكم
السلام عليكم. اكل فراوله يا امجد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا امجد؟ الحمد لله طيب. تكلمين من الحدود الشماليه صح؟ الو اقول تكلمين من الحدود الشماليه صح؟ ايه ما شاء الله صح علي والله ما ادريت انا ما شاء الله. طيب من حايل. ايه من حايل ونعم الله بالجميع. طيب امجد باقي عندك ثلاث خيارات، باقي رياليتي شو وتعرف على الصوت وسؤال. ترى تعرف على الصوت حلو. امجاد فيكي امجاد فيكي تقصرين لي على صوت التلفزيون وتسمعين لي من التليفون. امجاد اذا فيكي كويس ترى تعرف على الصوت. تعرف على الصوت. يلا بسم الله. شرب الحمام تجتول بين الغمام، تارك عنك غريب من همومه ما ينام. يا ترى أهله بكم هم يابونه أو جفوه، ولا راحوا عن غريب غاب عنهم ثم نسوه. يا حمام السر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ارجع على الخط. هات العشرة، هات العشرة، هات العشرة يا حبي لك. طيب ليه ما تقولها؟ قلها بس حزينة ترى. طيب اعطيني العشرة. خلني خسر. يا لا 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 اكتشفت اني ما اعرف العب. وصل يا منيب اعطي صدى لنستمتع. حطيه اقول اطلب لك صدى. وصل سلامي يا طيبة قلبي عليها مشتاق ليها زايد غرامي. انا قلبي بطيبة هايم والمشاعر تعزف دايم، فكري فيها صاحي ونايم، والله طيبة أغلى هدية. يا طيبة يا نسمة ندية، طيبة تداوي 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 قلب العليل والقلب والهان. روحي تقول روحي تقول وفكري يقول يا طاير ودي الوصية. الله الله هذه هذه لزمان. اتصال مع محمود؟ لا قبل الاتصال. هذه كلمات في من هذه؟ هذه الكلمات هذه عن من؟ عن طيبة. طيبة من؟ المدينة المنورة. المدينة المنورة. ومعنا اتصال من المدينة المنورة. الله مع سعد القحطاني مو معك معلش. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. ما أسمع. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. من المدينة تكلمين ها؟ أيوة. طيب الآن عندنا تعرف على الصوت. راح عندك ريالتي شو قوة التركيز سؤال. رياليتي شو. رياليتي شو. ركزي على الشهراني والشمراني والكلثم. يلا ركزي. علو يا شيخ احمد. علو طيب ابشرك احنا بخير. سلام خير. وانت بخير. خير. ليش احس ان في غدره بتيني؟ والله هذيك شيء. السلام عليكم. السلام الله. بشرك يا احمد. هلا. عشان ايش جيت يا احمد؟ لا يسد. يا شيخ احمد. يا شيخ احمد والله انت سلام عليك. السلام عليكم. كيف انت بخير؟ الله يسلمك. سبحان الله. وين اصابه؟ وين اصابه؟ لا 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 ما بدك. وين اصابه يا شيخ؟ على ظهري. دي نصي. فين بالضبط؟ معي شو اسمك؟ شو اسمك انت؟ هديل. شو اسمك؟ هديل. هديل. ايوه. من هم المتسابقين الذي اوقعوا باحمد سعود؟ بسرعه يا هديل. فاقد ثلاثه. عبد الله فواز علي. ها عبد الله وفواز وعلي الكلثي. عبد الله وفواز وعلي. يلا جاهد مبروك.
وجه لهم ألف تحية من هنا، الله يبيض وجيههم. والله يا الريحة قسما بالله أنها تشكي. والله يا والله يا أبو نايف إن راحت عليك. طيب معك فرصة تغير رأيك. هاي الكرم من عدى في من الدار واللي بده يتحدى. واضح إنكم مستمتعين لأن ما جاء إيش ملك الكرم ما جاكم إلى الآن. جيزان ترى أنا بس إنه ما يمكم في واحد مخيل جيزان اسمه ما وزنته تخيل هذه والله تحت كفر ايش تحت كفر ايوه من كبرها من كبرها هذه حلو ايوه حاطين تحت كفر سياره اقسم بالله من اول من اول ما لعبوا ولا انتهوا ولا كذا واقف اصلا ولا جبت له واحده يعني كرم كبيره كبير ولعيبه هم ما شاء الله ما شاء الله والله اني عارف اتخيلها بس ما قدرت انا ماشي على اقصد كفر بالكبر لا لا كفر يعني صغير احس انه كفر لا قصدك كفر تريله كفر كبير الحين وضعت الصوره اي والله والله من اليوم يجي ببالي كفر فرد والله فرد ما مقصود ابدا ولا شيء اكتشفت اني ما اعرف العب ابدا والله ولا شيء يا اخي انت سبحان الله ما تطالع في يدك تطالع في يدي وش بك والله شوف شلون والله اني ابدا تطالع في اللي في يدي انا بس انه بس اذا كان هنا بس تعطينا عبد الله شوي نذكر بس حبايبنا واللي يشاهدونا الان الوقف اللي قلنا ذكرنا انه يكون في بس مشاركه في الوقف لان بنرجع ان شاء الله نقرا بما يخص الوقف الهدايا اللي انتم مقدمينها من شنت احد ذكرتوا اسم احد تبغون نقراها نشارككم فيها تشاركونا فيها بنقرا الهاشتاج كذا على سريع بعد شوي ان شاء الله خلوكم معنا حبة حبة واحدة واحدة إن شاء الله عشان يكتمل الوقف ونصير كلنا متشاركين فيه وبإذن الله إن إحنا نقدر وأنا متأكد بإذن الله إن إحنا قادرين إن نوصل الوقف بإذن الله قبل ينتهي برنامج شور بيت نحتفل كلنا باكتمال الوقف بإذن الله وبإذن الله عبد الله عبد الله من تيماء لك يا محمود من تيماء يا هلا والله بهل تيماء المين عند مين عندك يا محمود عندي حياك الله عبد الله الله يحييك شلونك؟ الحمد لله اخبار اهل تيمه؟ والله الحمد لله خير اخواني عندك هناك بتيمه والله والنعم ما عليك زود يا بعد قلبي عبد الله عبد الله هلا وش تختار ريالتي شو ولا تعرف على الصوت؟ ريالتي شو يلا خلينا نشوف يلا ما تعبون والله انتم تعبون والله انا ما تشوفين برين منتهي ها طيب انت من وين ساكن وين ايش اسمه ايش ما رجال في سلطانه وين قريه في قريه في سلطانه ايش ما رجال ورا مزحميه ورا الرياض 150 كيلو تقريبا ورا الرياض الجنوب تحت يعني على طريق مكه ها هناك ايش اسم القريه سلطانه الو عبد الله عبد الله وينك؟ افا من تيمة وراح من تيمة هي اسمع 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 دقيقة دقيقة وش تبين نقول؟ وش نقول لك؟ نطلب مجاهية يدخل تكفى يا ناصر تكفى يا ابو نايف عبد الله من تيمة تكفى يدخل السحب شباب مو مقصرين هناك وعبد الله عبد الله حبيبنا المخرج عبد الله سميك اي والله سميك تكفى يا عبد الله ابشركم عبد الله دخل معنا في السحب اليوم الف مبروك يا عبد الله من تيمة يستاهل الحمد لله الحمد لله اسم مخرجنا الكبير عبد الله يا اخي لازم يدخل ان شاء الله ومن تيمة هو بعد مع مين طيب نوره من حفر الباطن معاك يا منيف نوره اختي نوره ايوه السلام عليكم يلا حي حفر الباطن الله باقي لت رياليتي شو قوة التركيز سؤال رجع الخمسة بس أهم شيء تساعدوني علمت طيب روحي وش تختارين بس خلاص تعرف على الصوت لا تعرف على الصوت راحت باقي رياليتي شو قوة التركيز سؤال اي ها عارف رياليتي شو فوز الشمري يلا أربع مرات يا أخي تزوي شيئك زلي تقول يا أبو علي يرضيك سبع 47 ها يا أبو علي صحاني أربع مرات اليوم ما
مره جاني الساعه 10:30 المجرم، الساعه 10:30 جاء قال لي محسن قب قب ظهر ظهر، والله قلت مفجوع احسب انه ما ادري ايش فيه، قلت قال لي انزل حياك 10:30 ايش تسوي فيه؟ هذه عديتها قاعد يقرقر معايا قال لي بنام وسدح جنبي شويه يقعد يتكلم كل شيء يتكلم والله اربع مرات، مره الثانيه خلاص اخش في النوم طيب يا محسن، مره الثالثه المره الرابعه صحاني قلت في الوقت بعد صلاه الظهر، يعني ما افادني ابدا يا انه غبني يا اخي، ولا قدرت انام، يمكن لو ما صحاني كان قلت قبل الظهر، بس كل شيء يجي ينكزني. طيب قلت له الكلام هذا؟ قلت له ايش قال لك؟ يضحك الضحك هذه المشكله. اختي نوره من الشخص الذي كان يزعج محسن الشهاري في نومه؟ فواز الشمري. ما لعبت تستنى غلبك خصم والله العظيم لا خصم خمسة خصم ولا شيء تلعب ثلاث مرة ولا مشكلة غشاش وغشيم الله العظيم بشر يا ايش بإذن الله ما تفوز هات هات قول لي يا كابتن يا ابو البراء بالله الشوز الله يكرمك ويكرم السامعين والمشاهدين والجالسين وانت بعد من وين اخذتها؟ حذياني اخذتها من بلده قحطان في سلنكة من بلده قحطان مدينه قحطان المفروض انك تاخذ لك جنبيه تاخذ لك سيف املح والله لا مدينه قحطان من سلنكة من هناك الا ما هو عن قضيه كذا لاني كنت محتاج الله يكرمك بس ولا ماني محتاج اشل جنابي وخناجر معي في المطار يا المدرب لك طياره خاصه عندنا أنا ركب طيارة خاصة ملكية صراحة طيارة خاصة ما ركبتها ترى ركب طيارة خاصة أنا ملكية أنا أجزم إني راكب أجزم إني راكب الطيارة الملكية قبل ما تركب أنا راكب عام 1418 استر عليك تحياتي وشوكي طيب عليه الله يبيض وجهك معنا أم عبد الله من جدة معاك يا فارس البشيري هو لعب والله السلام عليكم أم عبد الله أنا ليش أوقف أم عبد الله أيوة معاك إيش لوالك طيبة الله يسلمك يا ابو عبد الله كيف جدة؟ ما عليه الحمد لله يلا يا رب طيب ايش تختار الريالتي لا ريالتي شو راح في تعرف على الصوت قوه التركيز سؤال قوه التركيز يا سلام نسمع الحين انتم قدمتوا حاجه تليق لمقام مكه تجمعنا للجمهور حلو وسويتوا حاجه جمعتوا بين حاجتين حلوه اول شيء بديتوا بالكوميدي وضحكتوا الكل حلو وبعدين نهيتوها بشيء هادف ممتاز في سر بالموضوع سر بالموضوع اقول سر بالموضوع حلو خالد حامد منشد وعمران لا منشد ولا ممثل حلو احنا عرفنا كيف نوظف هالاثنين هذول حلو سكرتير والله مني انا ولا من بدر ولا لا والله لكن احنا اجتماعاتنا كانت تهدف لو شو نقرا النص نعرف نشوف اكثر واحد الكتف شو جاني ليش؟ شايف اكثر واحد ادى الدور فشفنا عمران بالدور صراحه بطل خالد الحامد ابداع التمثيل اليوم ان شاء الله خلال الايام القادمه هذه مو القادمه وين هذه ان شاء الله مو باليوم يمكن بعد يمكن بعد امس كمس لا يمكن بعد بيت الخليل ايوه نسوي مسرحيه مسرحيتين وبكره راح يكون في مسرحيه مسرحيتين يا ابو عبد الله نعم ما هو لون ساعة محمد الحسينان؟ ها شوفي اسود شوفي ساعة بنيف لونها اسود يا سلام مبروك مبروك دخلت السحب اليوم للسحب النهائي يلا يا رب قولوا لي بس لو تذكروني يا الكنترول الان كم اتصال اخذنا؟ باقي اتصالات لا ما زال هذا بقية لكن أنا مرت 12 اتصال جميل في انتظار الاتصالات الجاية جميل هذه لعبتك يا عبد المجيد مزة خمسة ما أدري والله كنت ناوي أقول أشجعك والله بس شفتك طرحت هذه هذا كله أنا فايز والله إي والله ما أعرف ألعب والله فايز ولا فايق؟ طيب ناخذ طيب اتصال مرحبا فيك يا وديان الو يا هلا ومرحبا فيك يا وديان من جدة ايوه يا هلا فيكم طيب يا وديان معنا الان باقي تعرف على الصوت وسؤال طيب بس ساعدوني
عوايدنا من غير طلب، بس قولي تعرف على الصوت عشان سحب اليوم والسحب الجاي ان شاء الله. خلاص تعرف على الصوت. جميل، نشوف الصوت ونرجع. انا احكي لكم قصه حصلت وذاك اليوم، حكيت انا ابو دخيل واحنا في الطريق وبكي. الله اكبر. يعني واحد كانت عنده زوجه مطيعه كان يحرمها من ابوها، وهذا مش جزء، هذا ابوها، هذا امها، ليه تحرمها من اهلها؟ تحلف عليها ان اذا راحت عند اهلها تسوي لها كذا، تجبرها تجلسها بين نارين. يا اخواني يا ابهات، انا خاطب الازواج الان، ما يجوز هذه رفقا. لا، وفي بعضهم يضربوها، وبعدين يعني شيء ما معقول. مرحبتين يا وديان. الو، عرفتي الصوت؟ لا تجاوبيني اذا ما عرفتي. عرفتي الصوت ولا لا؟ اذا ما عرفته طيب، عارفه شخصيه في زيد رصيدك كان يجي قال لها العم؟ ماني مغششكم. العم ابو سعد؟ لا لا دقيقه، الامانه حلوه. العم من؟ العم من يا عبد المجيد اللي كان يجي؟ العم امين. العم امين. امين امين. عبد المجيد تستاهل، ألف مبروك. لا تغشش، أبشر. طلع عبد المجيد، عبد المجيد رجاء لا تغشش يا عبد المجيد. شوف والله طاحت، والله طاحت. ألف مبروك يا وديان، دخلتي معنا السحب اليوم والسحب النهائي بإذن الله. لا 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 شباب، ما نبغى غش، ما نبغى تغشيش يا شباب. عبد المجيد ترى آخر مرة أحذرك، الحين معنا كم فرصة؟ باقي منيف، باقي لا باقي معنا فرص. رجع زي مكانك. وشو انا اذكر عندك، اذكر عندك كان تقول عندك مشاركه قبل شو. من اللي فاز؟ فلوس حرام ترى، هات فلوس حرام، هات هات ال 50، هات ال 50، هات ترى شغاله عندي هذا، دخلتها من اليوم. العب مريض انت، هات باقي لي هذه، خلاص باقي لي اخر وحده ونيهم. العب يا اوفر، روح بس يا شيخ. معنا رباب من جدة، ما شاء الله على قولة عبد العزيز أبو البراء، اقتحام اقتحموا أهل جدة اليوم، لكن يستاهلون. معنا رباب، معك عبد المجيد. رباب السلام عليكم، يسعد لي مساكي، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. باقي عندك خياري وأنا أخوك، السؤال وبس صح؟ خلصنا. لا لا، رياليتي شو ورياليتي شو، أنا آسف. ايوه رياليتي شو. بسم الله توكلنا على الله. هذه قريتنا، هذا هو قمرنا، زيد رصيدك احنا كنا نرددها، زيد 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 رصيدك، زيد 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 رصيدك. انتظرنا وخايفين الانتظار، جينا مشتاقين والفرحة شعار، زيد رصيدك اللي قلب اليوم أحبك، الكبار وحتى من كانوا صغار، كبار صغار كبار صغار كبار صغار كبار صغار. زيد رصيدك زيد رصيدك زيد رصيدك زيد رصيدك زيد رصيدك زيد رصيدك زيد رصيدك. رباب الكليب هذا كان لأي موسم مواسم زيد رصيدك؟ زيد رصيدك 6. ما ما شاء الله جدا حرامي، والله حرامي يسرق. بس كان افتتاح البرنامج زيد رصيدك 6 رائع جدا جدا, جداً, جداً, جداً. والله العظيم انها من افضل جهد جبار كان اللي انا جازت لي، واللي شفت فيها شيء عجيب وجودكم طبعا مو بكلب. الله يطول بعمرك، الله يطول بعمرك يا سوره، هذا والله من طيبك وطيب راسك. اقول قالت بقي شيء في خاطرك. لا علم علمك منشا هذه اللعبه من وين؟ يقال انها من الهند. تفضل يقال. لا والله يقول لك هذه توصل عشان قلت هالكلام وانت تجيب معلومات عن الهند وما ادري. هذه مجهوله المصدر اللعبه هذه، ولكن يرجح انه الهنود كانوا ينظرون البريطانيين يلعبون السنوكر، فابتكروا هذه من الفقراء، فقراء الهند، لانه ما كانوا يقدرون يلعبون السنوكر زي البريطانيين. صح، يرجح يعني لحد ما. انا لاني حسيت انه بينتفنا زيد رصيدك 6، فقلت اطلع فيه من الهند معلومه كذا. بالعكس، الاعداد بغى ينتفوني عشان قلت ما الكليب ما عجب ما زينه الا انتم.
صدق؟ اي والله هو بالنهايه سرور هو جهد جبار ترى انا ما نبث الان جهد جبار هو يا سرور ما احنا بث قطعوه علينا عشان كلمتي مقطعوا علينا قطعوه علينا الحين عشان كلمتي اللي قلتها قبل شوي زعلوا زعلوهم قطعوا البث علينا الحين حس بفلوسك كلهم حرام كيف ما احنا بث كيف نقول لهم حرام قل لهم حرام قل لهم قل لهم يمكن يسمعونك حرام انتم تقطعون يا اخي احيانا الانسان يحس انه لحظه رجعنا بث يا شباب رجعنا بث طيب اهلا وسهلا مرحبا حياكم الله انت ايش حسب مين حسب مين جيب طلع كم 150 وين 50 طلع فلوس ذكاء شباب انتم كيف كان يعلمونكم في زيد رصيده كيف كان يعلمونكم انكم بث الان احيانا احتياطا كذا ما كان بس وقت التداخل الاصوات تيت كذا انا لا بزيد فرصه صدق زيد فرصه طيب انا بقول الو طيب معنا عزيزه من ينبع بعدين بقول لكم السالفه هذه اخر اتصال معنا عزيزه من ينبع معك يا سعد مو فيه فحول اللي عندي يلا محمود فلاح يلا عند محمود فلاح في المطبخ في المطبخ لا لا رجع لمكانه اي عزيزه من ينبع السلام عليكم يا عزيزه عليكم السلام يعطيكم العافية والشرف فايزة معانا ايش بغيتي قوة التركيز فيه قوة التركيز ها ايوه اي لا تعرف الصوت خلاص انقال عنده انقال ايه اخذ حق سعد ايه حق سعد حق سعد كويس ايوه ركزي ها قوة التركيز ركزي على القهوة البناجيل وهذه يلا حبيبي ركب الاكزز عماني وانا في تايو تركبوني وبعض الناس سوى مثل عنتر على شيء وبلا شيء صبعه حبيبي شارب شاهي بنعناع وانا شاهي احمر شربوني وانا ظن سوى مثل عنتر على شيء وبلا شيء صبعه الله 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 يا خبير يلا الو اقول دقيقه ليش اخذ اتصال اقول انا بقهويك البناجيل وراح تهدى وانا في اهدى وصدق ان شاء الله تفوز معي اليوم باذن الله السؤال كم فنجان قهوه بيد المتسابقين كم أربعة يا عزيزة الف مبروك الف مبروك لجميع اللي شاركونا اليوم ما في خاسر يا شباب صحيح ودائما ما في خاسر مع مسابقة شور بيت اليوم ما في خاسر معنا فهذا الحمد لله والشكر لا وبالإضافة بيني وبينك يا سرور بس في نقطة دقيقة بس بالإضافة إن الجميع غير إنهم فايزين إلا إنهم داخلين سحب اليوم والسحب النهائي وحنا من كثر ما تجينا رسائل على الخاص أو تجينا كذا إنه في ناس كثير تتصل 300 200 400 زي ما تجي لأبو البراء وتجي لسرور ولي وللشباب حلو نحاول إنه الاتصال ذا اللي يجي بشق الأنفس نخليه يفوز يعني باجتهادكم ولا أنتم متابعين يعني يلا دقيقة مالي منزل شيء جميل مالي منزل شيء والله مالي منزل شيء مفروض مالي منزل شيء والله الله شوف أنا اسمع منيف أنا أتوقع أنه من غير مفروض ومن غير كذا بينزل مالي منزل شيء شو تسوي أنت بيضرب لا 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 اوقف سب ثوبك انتهى بالمرة اقعد طيب يا شباب ناخذ سؤال الجمهور اللي بيشاركونا فيه ان شاء الله في هاشتاج شور بيت 8 السؤال من هي الصحابية شباب حاولوا تعرفون الإجابة من هي الصحابية التي دافعت عن الرسول في غزوة أحد من يا ولد والله شوفوا احد بيتفلسف ولا اقول خيارات لا عشان قول اعطي خيارات قول خيارات لا مو خيارات اعطي الاجابه لا خيارات الاجابه السالفه انا اللي قلت خيارات معلش خيارات عندكم اسماء بنت عميس طيب ام سليم ايوه بنت منحان ايوه الثالثه اي لا
نسيبة بنت كعب. لا. أم سليم بنت ملحان. أم سليم. الإجابة؟ الأولى. عائشة. أم سليم بنت ملحان. عائشة رضي الله عنها. لا لا. ولد ما ذكر. لا ما قال. بنت عميس، بنت ملحان، بنت كعب. يلا كذا سهل لكم الخيارات. أم سليم. أنا أنت ذكرت الثانية. بنت ملحان. بنت ملحان. إيه. بنت عميس. ما أدري. بنت عميس عميس عميس. وبنت. بنت عميس. الإجابة. بنت كعب. الإجابة الصح قلها وأنت مغمض. المهم أنا ما أدري أنت ما أدري وش قلت بس اللي متأكد منها أنا انتبهوا من منيف ترى ثاني مرة هذه اللي يجيب العيد فانتبهوا منه. ليه يا رجل أم سليم؟ لأن جوابك غلط والله يا منيف. أنا حاولت إني أمشيها. سرور قل الخيارات والإجابة صح غمض عشان إحنا نعرف. طيب. إحنا نتثقى. عطنا لأن أنا بيني وبينكم ما أعرف الإجابة. يا ولد. حبيت الكشخة ثم الإنسحاب التدريجي. طيب خليكم أذكياء أنتم حاولوا تستنتجون. لأن بنت ملحان قلنا إجابته خطأ. ايوه كم تبقى معنا؟ باقي اثنين. اي انت بتعرف الاسامي اصلا. باقي بنت عميس. بنت عميس. ايوه ومين؟ ومين؟ وباقي بنت كعب. بنت كعب. بنت كعب. قل خطا. خلاص بنت عميس قل خطا. طيب شوف لان شارك فارس لان فارس شارك وايدك على الموضوع لكن برضو ما ادري. خطا اجل بنت عميس قل خطا. بنت من؟ عميس. بنت عميس؟ ايه والله قايل لكم لا احد يمشي مع ذا انتبهوا مني يا بنت شباب. بنت كعب. والله انه خطا. كعب. والله انه خطا. ما قلت بنت كعب اجل. اللي قلتها كانت من؟ بنت كعب. يا اخي فارس ذا ما شاء الله تبارك الله. اي هذا ما شغلت مخ. يا اخي فارس ذا قسما بالله من خصوصا من بعد ما لبس اليوم. انت شغلت مخك. ايش اقسم بالله لو شغلت مخك. يا اخي انا اكتشفتها شغلت مخي. يا اخوي انا اكتشفت ان عند الرجال ثقافه. اي ما شاء الله تبارك بس دائما يتحاشى يقول شباب اذا جيت هذا لا تدخلوني في الموضوع. اعلمك شيء. يبغى يعطي فرصه بس. اي اعلمك شيء البنطلون هذا حلو ليش صنع؟ هذا اكبر دليل. اكبر دليل صنع عشان الناس اللي اجسامهم مثلا نحيفه يمتنهم. قصدك القطن هذا؟ القطن ايه هذا اخترعوه في اسبانيا. كذب حرام رمضان ترى ادري عنه كل بدايه البرنامج تكذب علي وانا ساكت ما ادري هو صدق ولا لا. اشكرك انك مشيتها لي. اقول والله اني انا سكت احسن في سالفه والله اني حسبت الموضوع مره يعني قوي ان احنا ناجل اعلان ولا ناخر شيء يا فارس بس معليش. وش سالفته؟ البحار الايطالي. البحار البريطاني. ايطالي. ما اتوقع ان البحار البريطاني والله اعلم يعني. قلنا ايطاليين. ها؟ صل على النبي انا اللي عارفه ان حفار يحفرون المناجم من اول. ايوه. كانوا يحتاجون الى بناطيل قويه. ايوه. عرفت؟ فصل اصلا انه هو زي اصلا زي الشراع في الاصل. عرفت؟ ايوه. فعطوهم اياه. فعطوهم كبدايه من اللي يعني اخترعه يعني حتى يتحملون الحفر والنزول في الاماكن الحفر الغميقه في عشان الفحم. فيعني حتى لا تلاحظون الان صار في موديل في الجنز مقطع وما مقطع وشكل كذا. يعطيك العافيه والله اللخبطه بدت يا شباب. دقيقه انت واضح انك برضو بتزيد ما شاء الله. اقول ما شاء الله تبارك الله بس بنطلع فاصل افضل من اننا احنا نسمع بعض المعلومات اللي ما ادري كيف قايله. نطلع فاصل ونرجع لكم باذن الله. برنامج فعال.